Bonjour les amis. مرحبا يا أصدقاء. المرأة. المرأة هي عنصر مهم في المجتمع، ويقال وراء كل رجل عظيم امرأة. المرأة هي مصدر السعادة في الحياة ونبع الحنان بعاطفتها وحنوها على كل من حولها، حتى كادت تطغى على قوة الرجل. وفي كل زمان ومكان ومنذ الأزل أثبتت المرأة أنها قادرة على تحمل المسؤوليات وتحدي المستحيلات، وأنها شريك الرجل في التقدم والنهضة والعطاء والإبداع والتربية. فكتب التاريخ تفخر بالأمثلة الرائعة على نساء صنعوا مجدا ورجالا عظماء. فتحملت المرأة مسؤوليتها كاملة داخل البيت، فهي التي ترعى البيت والأسرة وتهتم بشؤونهم، وعندما خرجت إلى العمل خارج البيت كانت أهلا لذلك، فأبدعت وتميزت في كل الميادين. وجاء الإسلام ليعلي مكانتها ويحفظ لها حقوقها في وقت كانت تعاني من الظلم والاضطهاد والجور بكافة أنواعه، فخصها الإسلام بالعديد من المميزات لتحفظ لها كرامتها ومكانتها في المجتمع. إذ أعفى الإسلام المرأة من وجوب الإنفاق على الحياة الزوجية، كونها تلعب الدور الكبير في هذه الحياة، فهي الزوجة والأم التي تنجب وتربي وترعى وتدير شؤون البيت. وظهرت المساواة الربانية بين الرجل والمرأة والتكامل بينهما في كثير من النصوص القرآنية التي تذكر الرجل والمرأة على حد سواء. ومن أجمل ما جاء به الدين الإسلامي هو تعظيم قدر المرأة وعفتها وتكريمها في بيتها، بعيدة عن مواطن الفتن واللهو والفجور التي لا تليق بها. المرأة هي عنصر فاعل في كافة المجتمعات، فهي جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع وبنيانه، بل تحدث ذلك لتكون هي الجزء الأهم والعنصر الأشد تأثيرا في المجتمعات. فقد شغلت المرأة عبر العصور أدوارا مهمة وحيوية في مجتمعاتنا، لتظهر أنها تستحق بجدارتها الرفعة والمكانة التي طالما حظي بها الرجل. هذه المرأة التي شهد لها التاريخ العريق بكل ما قدمته وبذلته في العهد الإسلامي، برزت المرأة المجاهدة والمناصرة للرجل في كل الغزوات والفتوحات، لتكون أول شهيدة في الإسلام هي امرأة، وهي سمية أم الصحابي الجليل عمار بن ياسر، ولعبت الدور الكبير في نشر الإسلام وحمايته. وخير مثال للنساء على ذلك السيدة خديجة زوجة الرسول النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله. وفي سالف العصور يذكر التاريخ نساء خالدات ماجدات أمثال آسيا زوجة فرعون. وفي العصر الحديث احتلت المرأة أهم المراكز الحيوية في الدول، وأظهرت الكفاءة وحسن العمل. ومن الأمثلة على دور المرأة الواضح في المجتمع أنها شاركت الرجل في كثير من المجالات عبر العصور، بالإضافة إلى دورها الرئيسي وهو الأمومة ورعاية الأبناء وتربيتهم، ودورها في المنزل وأداء كافة واجباتها المنزلية. فقد شاركت في المجالات المهنية المتعددة، فكانت الداعية والطبيبة والشاعرة والكاتبة، وأتقنت كل مجالات دخلت فيها، بل وأظهرت الكثير من الإبداع والتميز. تتمتع المرأة بقدرة كبيرة على اتخاذ القرارات، سواء على المستوى الأسري، الاجتماعي، السياسي، الشخصي، الثقافي، وقدرتها على ترأس المؤتمرات والندوات وإدارتها. تتسم المرأة بالإخلاص والتفاني في العمل وبالدقة في العمل، والقدرة على الإنجاز بسرعة عالية ودقة متناهية. تمتعت الكثير من النساء بقوة الشخصية وحسن الإدارة، فتنصبت مناصب عديدة وكثيرة مثل إدارة الشركات الاستثمارية الكبرى ورئاسة الجامعات. ف
فشكل عمل المرأة خارج البيت علامة فارقة في تقدم ونهضة المجتمعات. رغم أن عملها في وسط البيت هو أهم وأسمى دور تلعبه المرأة دائما، لعبت المرأة دورا بارزا في الحياة السياسية على الرغم من القيود الكبيرة التي تمارس ضدها، إلا أنها نجحت في إثبات نفسها وقدرتها وتمكنت من دخول مجالس الشعب إلى أن تبوأت أكبر المناصب. وكان عمل المرأة خارج بيتها ضرورة ملحة بسبب كثرة متطلبات الحياة واليومية وصعوبة الحياة، وكذلك رغبتها في إثبات شخصيتها وأن تصنع كيانا مستقلا لها، فحققت بعملها خارج البيت أفضل المكانات وأفضل المناصب. نجحت الكثير من النساء في التوفيق بين العمل والأسرة والأولاد، ولم تفرط في طرف على حساب الآخر. أي نعم، هذه هي المرأة. حققت المرأة ذاتها في العمل كونها وجدت نفسها قادرة على إنجاز كافة مهامها على أكمل وجه، فاكتشفت قدراتها الذاتية ومهاراتها المهنية في العمل والإنجاز داخل الأسرة وداخل البيت وكذلك خارجهما. قدرة المرأة على تبسيط المعلومات وإيصالها بأبسط الطرق للطرف الآخر في أي مجلس وفي أي مجلس أو في أي اجتماع أو تجمع، فأبدعت في كثير من المجالات مثل مجال التعليم والتدريس والخياطة ومجالات متعددة. طبيعتها بحنوها وعاطفتها الشديدة دفعتها تهتم إلى مساعدة الغير، فخلقت عدة مؤسسات خيرية وجمعيات إنسانية، فكانت دائما الشريكة الفاعلة داخل المجتمع في كافة مناحي الحياة. Pour la plus belle des créatures, pour la rose des roses, je choisirai des mots d'amour en bonne dose. Hommage à toutes les femmes, à leur capacité d'aimer, de donner et de partager, d'accepter, d'admettre et d'endurer, de supporter, de tolérer, de pleurer et de porter, d'accoucher et d'allaiter. Toutes les femmes de tous les milieux, femmes au foyer, femmes salariées, femmes du village, de tout âge. أهدي أجمل وردة لأروع خلق الله سبحانه وتعالى ولأروع وردة. أهدي كلمات عطرة زكية مليئة بالحب لكل النساء، تحية وتكريم لكل النساء لقدرتهن على المحبة والتسامح والمشاركة والتضامن والتقدير والتحمل والحمل والإنجاب والرضاعة، كذلك لكل النساء في كل الميادين، المرأة القروية ربة البيت والعاملة، لكل نساء في جميع الأعمار. أهديكن وردة زكية لأجمل وردة للمرأة. À bientôt les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo avec vos amis et vos proches. إلى اللقاء يا أصدقاء. إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة ولا تنسوا الإعجاب وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وأقاربكم.